جدا لانه تيخص حج السيارات واللي تنعيطوا له حنايا بالدارجه ديالنا ديباناج. فاش تجي واحد السياره ليمونيه تجي تتهز السياره ديالك لانها واقفه وقوف غير قانوني، تتهزها لك تديها لك لواحد المحجز فتخرج انت ما تتلقاش هذه الطوموبيل هذه. فبغينا نعرفوا واش هذا الامر قانوني، خصوصا وانه يعني على حسب العلم ديالي انا ما عمرني ما شفت في شي دوله تتقوم بهذه القضيه هذه. بروفيسور محمد جمال معتوق، صباح النور. صباح النور سميره، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. اول حاجه، واش هذا الامر قانوني ولا لا؟ لان فاش دخلت الانترنت لقيت يعني بزاف لي بوغ لي كونتر، ولكن بزاف الناس يقولوا امر غير قانوني، صحيح ام لا؟ هي طبعا هاد كتقولي لي واش قانوني، ما هو الفرق بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني؟ ما هو قانوني اي ما له اساس قانوني، يعني هناك نص قانوني كيسمح لك دير واحد القرار وتنفذه، هذا هو ما هو قانوني. كاين نص قانوني بالفرنسيه ليغال، ليغال جايه من هي ادجيكتيف دو مو ليغال، سا فيان دو مو او دو نو لوا، سو كي ليغال سا ديغ فيان دون لوا بالفرنسيه. اذا بالعربيه ما هو قانوني اي هناك اساس قانوني، وما هو غير قانوني اي ما يفعل بدون قانون. اذا كتقولي لي واش نزاب ديباناج قانوني؟ سنقول قانوني، حيت مدونه السير كتكلم على ما هو السلوك اللي تيخص يدير الشرطي او محرر المحضر او ضابط الشرطه القضائيه اللي تيمكن له يامر بحجز السياره ووضعها في المحجز. اذا ملي كيجي واحد الانسان وكيحط السياره ديالو في وضعيه ثانيه ودخل يقضي شي غرض في مصلحه اداريه او في متجر تجاري الى اخره، وكيجي الشرطي كيكون دايز كيدير مراقبه وكيلقى السياره كتعرقل السير، اشنو بغيت يدير؟ وعندي النص القانوني كيسمح لي انني نهز ديك السياره ونديرها في المحجز. واخا واخا ما يكونش احسن. مازال نجاوبك. يكون احسن. لا لا احسن. يكون احسن ان بعض الدول، ماشي كل الدول، في بعض الدول او اغلبيه الدول تيدير لك المخالفه في السياره ديالك، كيحطها كيقيد الرقم ويخلي لك واحد التوصيل وكيمشي بحاله. ولكن هنا راه كاين وراء هذا الشيء هذا تطبيقات معلوماتيه مستواها عالي من الناحيه التقنيه. هذيك المعلومات اللي هو سجل كيدخلوا للحساب البنكي ديالك وكياخذوا المبلغ ديال المخالفه، او تيوصلك رساله نصيه مباشره بعد ما كترتكب المخالفه كيقول لك خصك تادي المبلغ كذا وكذا. بحال الضريبه، بحال ورقه ديال الضو، بحال بزاف الحوايج اللي تاديهم. ملي كتمشي انت تاخذ شهاده عقد الزياد تيقول لك ما نعطيوها لكش مثلا، هذه خاصها شي برنامج رقمي. علاش ما نعطيوها لكش؟ حيت ما مخلصش الضريبه ديالك. تخلص المخالفه. اي هذه صعيبه. غادي تطلب تاشيره ديال السفر، سير خلص المخالفه. هذه صعيبه علينا. غادي تسافر من المدينه وتحل الحساب البنكي، سير خلص المخالفه. هذه خاصها نظام رقمي كبير. غتبغي تدخل تليفون رقم جديد ودير تعاقد مع شركه ديال التليفون، يقول لك سير خلص المخالفه. ممكن ديرها. هذا الشيء خصو ملايير. الا لا سميره، ماشي غير نظام معلوماتي كبير. طبعا خصو نظام معلوماتي كبير اللي كيسوى الملايير. واخا واخا، انايا هزه الوالده ديالي دابا عند الطبيب ووقفت وقوف غير قانوني. خرج ماما ما تقدرش تمشى، لقيت الطوموبيله ديالي ما كايناش، شنو اللي كان احسن؟ هو انني نلقى اون كونترافونسيون ونخلصها، ولا الطوموبيل ديالي تهز بطريقه عشوائيه وتمشي للمحجز خاصني نمشي لها حتى لبلاصه وحده اخرى ونمشي نخلص بلاصه وحده اخرى عاد باش نمشي نجيبها؟ اولا الشرطي كيراعي في بعض الحالات، مثلا امام المصحات كيراعي بان ديك المصحه اللي واقفه فيها السياره في وضعيه غير قانونيه ممكن يكونوا دخلوا شي واحد مريض في المستعجلات، ما دخلناش سياره اسعاف، دخلنا في سياره خاصه تيمكن له يراعي. حدا الصيدليات كيراعي، وهذا الشيء انا تنقول لك بالملموس، كاين شويه ديال الانسانه في بعض الحالات، وهناك حالات اللي فيها الشرطيه تربص لهذاك المواطن اللي كيستعمل السياره ديالو، غير وقف السياره كيجي ويدير لك مخالفه، ولكن هذا سلوك يعني اللي تيخصو يكون مرفوض وما يدارش. ولكن تيخصنا ايضا نكونوا واعيين باننا ماشي بغيت نشري كاميرا نوقف السياره ديالي في هذا السلوك، كيفاش يمكننا نغيرو الا ما كانش الزجر والردع؟ انا مع الزجر والردع، فهمتي؟ ولكن إذن الطريقه ما تكونش هي بنفس والا غادي تكون الطبيعه ديال المخالفه. لا، المقصود شنو هو؟ هو ان المواطن يستحترم القانون، ما نوقفش السياره ديالي في وضعيه
تفق معاك فاش تجي ديباناج وحده نفسها تتهز موتور ولا تهز شاحنه نفسها تتهز اي طوموبيله كيف ما كانت. يعني هذا جات السؤال ديال واحد من المشاهدين اللي غادي نقترح عليك نشوف له الاسئله اللي بغيتي استاذ ديال المشاهدين. السؤال الاول هو اللي في السياق ديال السؤال ديالي انا، لماذا لا تتوفر الشركه المفوض لها تدبير نقل وجر العربات بالطريق السيار لبعض المدن عن ديباناجات كبيره لكل انواع العربات سواء سيارات وحافلات او شاحنات؟ كيفاش بغيتي حنا سيارات الاجره عاد سنوات حنا كنديروا مجهود باش نقينا السيارات ديالنا الاجره ورجعت في مستوى نظيف ولكن ما تخموش فاش نجيو نهزوا السياره؟ حيت هذاك الشيء فيه مصالح ديال بعض الناس اللي ما فيهم ما يستثمروا ومخلينهم هكا. وكيف لذلك ان يكون قانوني يا استاذ؟ هذا الشيء الحكومه التي خصها تتدخل، ملي يجي وزير النقل يوضع قانون جديد، يجيب دفتر تحملات جديد ويقول لهم ها السيارات ديال الاسعاف كي خصها تكون، ها السيارات اللي كتدي سيارات الحجز ها كي خصها تكون. واخا في نفس النطاق شي سؤال واحد اخر، اين دور السلطات المفوض لها المراقبه؟ راه هي هذه السلطه المفوض لها راه هي الحكومه، الحكومه هي صاحبه السلطه. فين هو الدور ديالها؟ اما الشرطي راه تيقوم بالعمل ديالو بناء على نص قانوني، اللي تيخصو يدير هو ان الشرطي تيخصو يكون داير المخالفه ويدير لها المحضر ديالها ويثبتها مزيان، يتاكد بان السياره شنو كاين في قلبنا الداخل لا تكون شي دري صغير ولا يكون شي حيوان ما يداش المحجز بدري صغير ولا بحيوان، ما خصوش يتاكد بان السياره ما نايضاش المحرك ديالو ماشي مشغل ويديها وهي مشغل غادي تكرفس على السياره، خاصو يتاكد بان ما فيهاش هادشي داخل في النص القانوني اللي تكلمنا عليه في النص القانوني، تيخصو يتاكد من الداخل ديال السياره ويدير لها واحد المراقبه ويدور على السياره ويجي هذاك اللي غيحمل السياره يصورها ويلا جا مول السياره يعطي التصاور ويلا جا الشرطي اللي غادي يدير لك هذه المخالفه ولقاك في السياره ما كيديرلكش مخالفه تيقول لك تحرك خصك تنسات الامر ديالو وتحرك ما كيديرلكش الديباناج، ويلا جيتي ولقيتي كيدير لك السلسله تيخصو يحيد السلسله ويعطيك السياره ديالك ويدير لك المخالفه ولكن ما كيدير لك السياره للحجز. هاد الشيء هذا الناس اللي خصهم يعرفوه وخصهم ملي يشوفوا بان هناك تعسفات خصهم يديروا شكايه. حنا ما تنديروش شكايات، حنا ما تنكتبوش، حنا غير تنحتجوا وتناخذوا في قلبنا وتنسكتوا وتنبقاو ننتقدوا. معك في هذا. دير مسطره بالشرطي دير مسطره قانونيه، انا ندير المسطره ديالي القانونيه. واضح، حيت الظروف اللي تيقوم تمر فيها هذاك الشيء، يعني تا هما تيخسروا هذوك الظروف الصعبه. المهم، نرجعوا لسؤال واحد اخر، من المسؤول؟ قولي لي علاش كيديو السيارات اللي ضعيفه وما كيديو السيارات الفاخره؟ لا تيديهم حتى هما وتيجرهم ديباناج ويقدروا يتكرفسوا عليهم. الا تكرفسوا عليهم راه عندهم تامين والمفروض ما خصهمش يتكرفسوا عليهم. علاش نوصلوا حتى للتامين؟ اذن خصنا الفلوس يجينا شي وزير النقل ها اللي يدير دابز مع وزير الماليه ويخص له واحد الميزانيه مهمه يقول له هذا العام الله يجازيك بخير. تكلمتي على الفلوس. بغينا نديروا سيدي المخالفات الرقميه. تكلمتي على الفلوس، سؤال واحد اخر تيهتم بالفلوس، من المسؤول على الفوضى الاثمنه الخياليه؟ هذا سؤال واحد السيد قال لك من المسؤول عن فوضى الاثمنه الخياليه لانك تخلص 150 درهم. شنو 150 درهم؟ ديال باش في السيره في الحجز النهار شنو؟ اشنو؟ لا شنو في النهار؟ انا خلص هنا خلصت 300 درهم. لا ماشي 300 درهم 300 درهم لا غير زادوا عليك ساعه ساعه لا غير لا هو ساعه ولا نص ساعه نهار كيتحسب. المهم نهار 300 درهم وعاد باش تخلص السيارة اللي جرات 220 درهم وعندك المخالفة 180 درهم السيارة اللي جرات عاد باش 300 درهم. لا هذه بزاف. المهم تاخذي التوصيل ديالك. عندي. ملي كتاخذي التوصيل تيمكن لك تمشي لعند الجماعة حيت الجماعة هي اللي دايرة العقد مع ذاك الحجز. الله يجازيك بخير. بغيت نعرف الطريفة ديال وضع السيارة في المحجز شحال النهار. وملي تلقاي بأنه طلبوا خداو لك الفلوس أكثر غتمشي مباشرة ديري شكاية لوكيل الملك. هذه سرقة. واخا تسكن الاداره. واخا واش هاد يعني الاثمنه عندها علاقه بنوعيه المخالفه اللي كنت كدير؟ لا لا الحجز في السياره، الحجز في السياره في المحجز عنده نفس الثمن والمخالفه هي التي تتغير. ولكن تتخلص المخالفه. تخلص المخالفه، اذا المخالفه كتخلص عند الشرطه بوحدها والمحجز كتخلص. ولات الشرطه كانت ولات مع المحجز. اي ولكن عنده مكتب الضابط كتلقاه واقف تما باش كيستخلص المخالفه ديالو وتعطيك الوثيقه بانك خلصتي المخالفه. كتمشي لعند المحجز تقول كتخلصي 180 درهم على حسب هذاك الشيء اللي سولتك على حسب المخالفه. كل واحد عنده الطريفه ديالو تيحترمها وعندك تواصل باش كتعرفي انت راسك شنو خلصت. اخر سؤال، لماذا لا يتم اشهار الاثمنه في لوحه حديديه على الطريق السيار مثلا؟ اثمنه ديالاش على اثمنه ديال المخالفات ولا ديال هذا هو السؤال اللي جانا عند مشاهد.
لما لا يت... حتى فاش تكون ماشي لعند هاد لهاد الناس هاد المرأة بهذا، علاش ما كايناش الأثمنة؟ المفروض تكون الأثمنة مع القاع، ما كايناش، حيت هذيك تجارة، هذاك نشاط تجاري بالنسبة للحاجز أو المحجز اللي عنده سيارة تما، هذاك راه كيدير نشاط تجاري ودير عقد مع الجماعة باش يستغل ذاك المحجز، تيخصو يدير تعريفة ديال السيارات، نهارها شحال، يومينها شحال، ثلاث ايامها شحال، شهرها شحال، ابتداء من شهر ثانيها شحال، الحافله بشحال، السياره بشحال، الدراجه الناريه بشحال، باش انت كتكون عارف. ما كاينش هذا الشيء، والحاله المزريه ديال هذا المكتب هذا اللي تيكون تما بلا ما نتكلموا عليها، حتى الله يا ربي بعد هذا الشيء يتقاد، عاد باش نتكلموا على الحاله ديال المرآب كيفاش داير، وحاله ديال هذا المكتب اللي تدخل ليه، لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي شي نهار يكونوا المسؤولين تيحماقوا على بلادهم، كنا المسؤولين كلهم، حيت ماشي المسؤولين كلهم، كاين المسؤولين اللي كيبغيو بلادهم، كاين المسؤولين اللي غير مسلفينهم، خدامين معنا غير بحال مسلفين، للأسف بحال هذه البلاد ما تتهمهمش، للأسف نهار يكون عندنا حب ديال البلاد غادي تكون عنده غيرة على أي مصلحة مشى لها غيقولوا وقفوا، هذه مصلحة بغيتها تتقاد، وكاين الأمل وتيخصنا نتشبثوا بهذا الأمل، مادام الله سبحانه وتعالى كاين، ومادام عندنا ملك كيدبز إلى آخر الرمق فيه، خصنا كلنا نكونوا كنبغيو ولادنا وكنشتغلوا ونامنوا بان كاين امل. وحنا كنا تنشوفوا في نفس الوجهه. شكرا لك استاذ محمد جمال معتوق، بقاو معنا مشاهدينا، نختم حلقه اليوم صباحيه دوزام مع ضيفتنا الخبيره في عالم التجميل السيده ليلى بولكادات اللي غتقترح علينا مكياج خاص بفصل الخريف، باش نبدلوا شي شويه، خليكم معنا.